انظري إلي وستجدين مأساة تمشي على ساقين. كنت أيتها الأم زوجة قائد عظيم. زوجته عيد؟ يلا عيد. وأنا صغيرة حلمي إني مثل. كنت ماني مصدق إن الحلم اللي كان من أنا صغيرة إنه هلا رح يتحقق بعد ما أنا بحكي عن بلدي. وماني حابة أطلع بهالصورة هاي كنت. فيعيشوا حاضرا مؤلما وروحوا تحنوا الى سعاده الماضيه. يعني هذا المقطع اكثر شيء ببكي. نحن تركنا بلدتنا الاساسيه، صار كثير قصف، صرت بدي ادور حياه افضل لاولادي. النص بحكي عن شيء حقيقي عندنا مع انه هو قديم، بس التاريخ عم يعيد نفسه. بالنسبه لهي جابي كثير انا حسيتها قريبه يعني مني. هي زوجة ملك طرواده، فقدت كل ما تملك يعني من عيلتها لأحفادها، مثلنا نحنا يعني كانت عايشة ملكي ببيتها. ما قالت أنا كنت دير الملك وحركه كمكوك يعني هلأ شو؟ ونحنا هيك صفينا يعني. الهدف من هاد الشغل كله على بعضه إنه نقدر كلياتنا مع بعض نوصل لنتيجة، نقدر نساوي شغل بغض النظر عن انتماءاتنا ومواقفنا السياسية. ما بتقدر الناس بسوريا تعمل شغلة كلياتها مع بعضها، وما عندها حل غير انه تعمل مع بعض، ما في حل تاني. انا التي يتوجب عليها ان تقوم بالواجبات الجنائزية لك. اجتمعنا باخواتنا السوريات وكل وحدة عم تتعرف على حياة تاني. طلع الينا تشنجي. لا البيت بيتنا ولا المكان مكاننا ولا البلد بلدنا. لا لا، ساعة بلش المشروع دخل شيء جديد عندك بحياتنا. احساسي انه في عندي صرخة وبدي اصرخها، بدي العالم كله يسمعها. يا ترى في نتيجة؟